A lion finds calm before the kill. ازيكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمز تو ايجيبت. اخيرا تم اصدار من اهم الالعاب المنتظره السنه دي، وهي طبعا الجزء السادس من سلسله الاكشن المشهوره فار كراي 6. فعشان كده بقى قررنا نعمل لها مراجعه كامله بدون اي حرق، لان السلسله دي زي ما انتم عارفين فيها بعض الاجزاء اللي ادت لنا المتعه المطلوبه واجزاء مش قد كده. بس في الغالب دايما بنلاقي القصة او بالاخص الفيلنز او الاشرار الاساسيين بيثبتوا معانا، ودايما يوبي سوفت بيهتموا بالنقطة دي قوي. وبشكل عام الجزء الثالث في السلسلة دي هو الافضل دايما، بس المطورين وعدونا انها هترجع تاني في الجزء ده بتجربة فريدة من نوعها. هل فعلا عرفوا يحققوا حاجة زي كده، ولا التجربة كانت متواضعة من الاخر ما تستاهلش للتوقعات العالية؟ هنشوف مع بعض دلوقتي في المراجعة. Let's go. There are lions and there are lambs. Move or be ruled. You are a lion. And we eat the fucking lambs. ودلوقتي أول نقطة هنبدأ بيها في اللعبة المعتمد على التدمير والحروب والفوضى، وهي الجرافيكس. كلنا طبعا عارفين ان يوبي سوفت مبدعين في نقاط معينة لما بنيجي نتكلم عن الرسوميات، وفعلا هنا في حاجات بجد ممتازة وفي حاجات ما عجبتنيش تماما. وبالمناسبة البلاي ثرو بتاعي هنا كان على نسخة البلاي ستيشن 5. هبدأ بأول حاجة عجبتني، وهي الانفيرمنت او البيئة بشكل عام. الجزيرة هنا بتسمى بيارا، وتعتبر ستار اوف ذا شو زي ما بيقولوا، انها معمولة تبقى شبيهة جدا لجزيرة مثلا كيوبا في الحقيقة. وما تستغربش انك انت لو حسيت انها برضو شبيهة جدا لروك ايلاندز، الجزيره اللي في فار كراي 3 لو انتوا فاكرينها. الخضره بقى في كل مكان مع شلالات الميه اللي شكلها بيغير لك مودك لو انت بتحب المناطق الاستوائيه. هي فيها نوع من الفرايتي جدا هنا، وانت هتحسه اكتر لما تستكشف العالم المفتوح اللي خلاني بجد استمتع معظم الوقت فيه، لان المناظر الطبيعيه هنا جباره، والموسيقى بقى اللي شغاله في البيوت سواء الريجي او غيره بتظبط التون او بتهيئ لك الجو بشكل عام. وبرده في حاجه ثانيه عجباني، ان يوبي سوفت واخده حاجتين من اللي عملوه في الجزء التاني بالذات، هو اولا الجو المتغير الواقعي، وتاني حاجة والاهم هو الانيميشن او انتشار النيران نفسها، وحتى عامل الديستراكشن او الدمار بالاخص لما بتخبط في الاشجار. بصوا الفرق ما بين الجزء اللي فات وهنا، قبل كده بتحس انها ورق بتشيلها قدامك بالعربية، لكن هنا دلوقتي الاشجار فعلا بتتدمر. زي مثلا برضو الرصاص اللي ما كانش قبل كده بيبان، لما كنت بتضرب على ازاز العربية كان بيتكسر على طول، هنا الطلقات باينة وبشكل ملحوظ. الكيس والجنون يوبي سوفت عايزاها تخليها العامل الرئيسي هنا. You're gonna be a fucking guerrilla legend. اللي انا قلت عليهم دول هم النقاط الممتازة المتوقعة بصراحة من جزء فار كراي الجديد، بس اللي انا ما كنتش متوقعه رغم ان انا لاحظته اصلا في العروض السينمائية والتريلرز اللي نزلت للعبة، هي الشكل الاشخاص نفسها او الفيشل انيميشن. عشان ابقى في منتهى الصراحة، يكاد يكون كمان اسوأ بالنسبة لي من جزء الخامس، وده شيء انا مش فاهمه لغاية دلوقتي، رغم لما يبقى فيه سينز او سينماتكس عموما بتبقى ممتازة. بالنسبة للبرفورمانس، الاداء 60 فريم بير سكند، وبيحصل فريم دروبس وبجز وجليتشات طبعا كالعادة من يوبي سوفت، بس المفروض ان هم هيصلحوها في الابديت اللي جاي. نخش بعد كده في العامل الاهم بالنسبه لنا في لعبه زي فار كراي، وهي الجيم بلاي. كلمه واحده قبل ما ابدا للناس الفاكره ان اللعبه دي قدمت نقله او اختلاف جديد ما شفناهوش منها قبل كده، لو انت فان لفار كراي ولعبت الاجزاء اللي فاتت فلا يا شباب، ما فيش الكلام ده هنا خالص. الفورمولا اللي احنا متعودين عليها زي ما هي، ومش مغيرين اي حاجه عنها، بس بصراحه المتعه والفان فاكتور موجود وبشكل كبير جدا، وده هيحسوا النيو كامر او حتى الفان المتعود على السلسله. لان كالعاده برضو وهي متقسمه الكامبس في كل حته، وانت بتحررها وبتسيطر عليها كونك انت تابع للثوره او اللي بيسموهم هنا بالجوريلا، وضد بقى الاستبداد اللي بيحكم البلد دلوقتي. الكلام ده كله سمعناه قبل كده في كل الاجزاء اللي فاتت، بس هنا يوبي سوفت زودت عليها نكهة الاسباني او الامريكان لاتين، ونظام الكارتيل اللي احنا شفناه في مسلسلات زي كوين اوف ذا ساوث او مسلسل ناركوس مثلا، اللي شافهم هيفهم قصدي. فكل ده كان لطيف. اللي بتبدا طبعا بتختار ما بين شخصيه ميل او فيميل، وليك دور الحمد لله بطلنا هنا مش بطل صامت اللي ملهاش 30 لازمه شفناه في الجزء اللي فات. وهنا انت بتتنقل ما بين كل مهمه بعيدا عن الفاست ترافل، سواء بطياره او مركب او عربيه او حتى حصان، لاول مره يقدموه هنا وبشكل حلو جدا.
بعيدا عن كده في حاجة زيادة وكانت عجباني في الجيم بلاي، هنا في تعدد وتغيير في الأعداء اللي قدامك وممتازة بصراحة. مثلا عندك جنود الميديك بتلاقيهم بيروحوا وبيعالجوا قدامك المجروحين، ينرفزوني ساعات بصراحة بس في نفس الوقت ادينا شوية واقعية. في برضو الرتب العالية من الأعداء أو في الجيش اللي قدامك المستبد ليهم السلطة إنهم يطلبوا reinforcement أو تعزيز عموما، وعادي جدا ينزلوا إيرث سترايك على دماغك، فده كان شيء لطيف. في برضو نظام الباونتي هانتر اللي عرفناه في Assassin's Creed Odyssey و Assassin's Creed Valhalla، أعداء بيجولك بالليفلز بتاعتهم، هدفهم الأول والأخير إن هم يبحثوا عنك ويموتوك، فكل الكلام دوت إضافة صغيرة ومرحب بيها جدا في Far Cry وعجبتني. بالنسبة للأسلحة بقى وتنوعها واختلافها، هو ده عصب اللعبة بالنسبة لي، لأن في فرايتي كبيرة جدا، ولأن هدفها إنها تديك الحرية باختيار الاستراتيجية بتاعتك لاتخاذ أي مهمة قدامك. لأن ببساطة يا شباب مفيش سكيل تري هنا زي ما احنا متعودين قبل كده، لا الأسلحة والجير بتاعك هو بدلها، يعني الكاستمايزيشن للبسك والجير وأسلحتك هو اللي بيعمل لك كل شيء ويخليك تأبجريد وتليفل أب. فالأسلحة باختلافها بجنونها بتقدر تعملها موديفاي وأبجريد من الورك بنشز، من أول السكوب للسبريسر وغيره، حتى شكلها والسكين بتاعه ممكن تغيره، وتقدر كمان تكرافت أصلا السلاح بتاعك باستخدام السكرابس أو الأدوات العشوائية اللي أنت بتقابلها في طريقك عشان يطلع لك بقى سلاح معين، اللي مركزين فعلا عليه جدا في Far Cry 6 واللي بيتسمى بالريسولفر سيستم. الأهم من كده حاجة جديدة اسمها سوبريمو، قوة أو أبيليتي عندك بيتعملها ريشارج كل ما تخلص، اللي وقت أشكال كتير ممكن تضرب مجموعات صواريخ تدمر بيها هليكوبتر مثلا أو دبابة، أو مثلا عندك سم تقدر ترميه وتضرب بيه الأعداء بيهلوسوا ويضربوا في بعض وغيرهم كتير. ممتازة ومفيدة جدا في الفايتس وبيقلب الموازين، زي ما بالظبط الأميجوز أو الحيوانات اللي تبعك بتعمل مفيدة، من أول الكلب الكيوت اللي بيشغل الأعداء عشان تقدر تتسلل براحتك للتمساح العظيم اللي بيلتهم الأعداء. فكل ده كان أد لطيف وبصراحة زود المتعة بشكل غير طبيعي. بالنسبة بقى للهيلث سيستم دي لازم أتكلم عنها، لو أنت من محبين الواقعية فهيفصلك شوية، لأن نظام إنك أنت تحرق بني آدم قدامك ويصرخ بس شوية صغيرين وبتلاقيه كده واقف قدامك ويكمل عادي لأن الهيلث بتاعته ما خلصتش، فدي فصلة شوية وبيبقى ليها تأثير سلبي على الواقعية. الرانكينج سيستم للأعداء عامة موجود هنا، كل ريجن بيقولك انت محتاج ليفل بالظبط قد ايه، وده حاجة حلوة عشان تقدر تجهز نفسك قبل ما تخش على اي مكان. بالنسبة بقى للسايد ميشنز او المهمات الجانبية فهي تكرارية بشكل كبير جدا، فعلا هتحس انها فيها تمطيط بزياد لو قررت انك انت تبعد عن المهمات الاساسية شوية. بالنسبة للناس اللي بتدور على المالتي بلاير، في حاجة حلوة جدا هقولها لك هنا وفي حاجة وحشة. بالنسبة للكو اب انك تلعب مع واحد صاحبك هي امتع شيء في اللعبة بدون نقاش، لانها فعلا هتخليك تلعب معظم الجيب اصلا معاه 8 مهمات اساسية بتسمى بالسبيشال اوبريشنز، هتقابله فعلا كمية ضحك ومتعة رهيبة. لكن الحاجة اللي ضايقتني بقى في المالتي بلاير هي ان من الاخر مفيش اي مود تاني ليها، وكمان حتى الماب اديتر اللي احنا حبيناه قبل كده بالذات في الجزء الخامس وبلاد دراجون شالوه هنا، معرفش ليه. الجيم بلاي هنا في Far Cry 6 بيبقى في افضل حالاتها لما بتلاقيها بتاخد كل حاجة بعدم جدية وهزار وجنون، والحمد لله ان الموضوع ده هنستخدم هنا بشكل كتير وبشكل ناجح، فالفان فاكتور او المتعه موجوده زي ما قلنا بشكل كبير، وكان دوت كنت اقدر اقوله برضو بشكل مختلف على اي جزء قبل كده، ومفيش اختلاف تماما، نفس معظم الحاجات اللي شفناها قبل كده بس بشكل او سكين مختلف. فاسيبكوا بافضل حاجه في الجيم بلاي بالكامل وهي ميني جيم مورتال كومبات الفراخ. نخش بقى على اخر عامل معانا وهو القصة. التركيز الاول والاخير عليها طبعا على الممثل العظيم اللي دايما حافظه باسم جاس من بريكنج باد، او يمكن عشان ما بعرفش انطق اسمه الحقيقي صح، هو جيان كارلو اسبوسيتو. طالع هنا في دور واحد ديكتاتوري اسمه انتون استيلو اللي عنده سيطرة كاملة على جزيرة يارا وشاري جيش بحاله اصلا داخلي، وانت البطل او البطل اسمك داني، اللي اقدر اقول ان هو افضل بطل في السلسلة دي من ساعة جيسون اللي من Far Cry 3. الثيم الاساسي اللي دايما هتقابله واللي حاسسها في اللعبة هي الخيانة من أول اللعبة لآخرها، بكاستيلو بقى والخطط صناعة الأدوية بيفيرو لإنهاء مرض السرطان وألعابه الكاذبة اللي بتعمل كذا تويست في اللعبة كان لطيف جدا بصراحة. بس بشكل عام الأحداث نوعا ما متوقعة وبالذات في النهاية، وكنت عارف إيه اللي هيحصل قبل ما يحصل، وده شيء أنا مش بحبه عموما. رغم ذلك كاستيلو هو جاس اللي أنتوا عارفينه في بريكنج باد ببروده بقى وذكائه ودهيته،
ده شيء ممتاز ومكنتش عايز اكتر من كده. فمن الاخر عشان ما احرقش القصة هنا، زي اي قصة شفتها لفار كراي بتمسك مشكلة واقعية بتحصل في عالمنا الحقيقي او في بلد او مدينة معينة، وهنا ركزوا في السليفري او عبودية العمال عامة والاستبداد تحت حكم ظالم زي ما شفنا في كيوبا، والقصة نوعا ما لطيفة واستمتعت بيها. فمن الاخر اوفرول فار كراي 6 هي سكين جديدة لفورمولا فار كراي اللي دايما بتمتعنا بالاكشن والادرينالين اللي بترفع بطرق كرياتيف، مع تقديم فيلن جميل شايل القصة كلها على كتافه، وانت كمان حطها مع صاحبك زي ما قلنا في الكوب، فلا هتبقى تجربة هتتذكرها لوقت طويل، ومع الاسلحة والباور سيستم والاميجوز والسوبريمو كل ده زود المتعة لليفل احنا محتاجينه. فاه لو انت جاهز لدوز جديدة انت متعود تاخدها وتعجبك كل مرة، يبقى اللعبة دي ليك. وكده كن خلصنا مراجعتنا سريعا لفار كراي 6، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وتزوروا موقعنا الرسمي للستور تحت في الوصف، واللي هتلاقوا برضو فيه كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بينا. يلا شباب، see you in the next video.